المستندات والأوراق الخاصة بالتلفزيون المصري، وهاخد رأي حضراتكم واتصالات حضراتكم ورسائل حضراتكم كيف يتم إصلاح التلفزيون. حضراتكم أنا بطرح السؤال ده وحضراتكم اللي تقولوا لي كيف يتم إصلاح التلفزيون، كيف يتم إنقاذ مسبيرو، كيف يتم أنه تعود الريادة مرة تانية. الله يرحمه الأستاذ أمين بسيوني، الله يرحمه، اللي حط أيام السيد صفوت شريف وزير الإعلام، حط منظومة للإعلام المصري، كانت البداية نعمل القنوات الفضائية، نعمل شبكات، نعمل حتى مدينة الإنتاج الإعلامي اللي احنا فيها النهاردة، نعمل كل ده في الوقت ده. فين الناس دي؟ فين الخبرات يا جماعة؟ فينها؟ عندكم على فكرة خبرات عظيمة في المبنى، وأرجو الاستفادة بالخبرات دي. نقعد يا جماعة اللحظة دي، حتى لو حد من نفس حد فضل أسأله نعمل إيه في المصيبة اللي احنا فيها دي. الناس كلها النهاردة عايز أقول لحضراتكم ردود أفعال غير مسبوقة، غير مسبوقة على اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح. ما في حتة في مصر وفي العالم اتكلموا على الموضوع ده وخدوه نقلا عننا. رد فعل غير طبيعي وغير متوقع، ويعني من يعني من الردود الفعل الضخمة جدا. كل تقريبا المواقع بنتكلم من صدى البلد طبعا لليوم السابع، ليتفرج، لمش عارف، كل المواقع تقريبا خدت اللي احنا كشفنا عنه امبارح والفضيحة اللي كانت امبارح بالنسبة لي اللي حصل في التلفزيون المصري، واللي عمل بقول لحضراتكم التلفزيون من امبارح للنهاردة زي ما نقول على صفيح ساخن، اللي هو طبعا محدش يقدر يقول لك ايه، واحنا ليس لنا مصلحة ابدا ابدا، احنا عايزين هذا التلفزيون يعود، هذا التلفزيون بولاده واللي جواه وناس محترمة وناس عظيمة يقدروا يعيدوا مجد التلفزيون مرة تانية، التلفزيون والإذاعات وغيره وغيره. يعني ما شاء الله عندهم خبرات محترمة جدا، يتم الاستفادة بالناس دي كلها يا جماعة. ليه لأ؟ بلاش ننحي ويبقى عندنا حتى التلفزيون الروسي كلم عن الموضوع ده أيضا نقلا عن اللي احنا عملناه. يعني بقول لحضراتكم في كل حتة ما في حد ما كتب عن الكارثة، واحمد ربنا الحمد لله، لانه الحمد لله ده بيؤكد كمان الحمد لله مساله الـ احنا موضوع ما عندناش لا نجامل احد على الاطلاق على حساب البلد، احنا مع بلدنا ومش بنجامل حد، لا اللي بيغلط احنا واقفين، اللي بيعمل حاجه ايجابيه بندي له تعظيم سلام، فما عندناش مشكله الحمد لله الحمد لله. ويعني كل يوم بيثبت موقفنا وبيثبت قد ايه، لانه ما ينفعش في لحظه ألاقي أمر حصل زي كده ومش عايزين يتكرر تاني مثل هذه الأخطاء، لأن الأخطاء ديت في الآخر بتكون لها تداعيات خطيرة، ولكن محتاجين عملية الإنقاذ والتطهير للتلفزيون بالناس اللي موجودة فيه، بالخبرات، بالكفاءات، بالفنيين، بالمهندسين، بالإعلاميين والإعلاميات المحترمين، بالمصورين المحترمين، بالمخرجين المحترمين. بقول لحضراتكم التلفزيون المصري يعني هو الأساس بالنسبة لنا، ونفسي والله نفسي يعني ألاقي التلفزيون ده الناس كلها بتتوجه للتلفزيون. يا رب ما عندناش أي مشكلة، احنا ما عندناش مشكلة ومش متضايقين، احنا عارفين جمهورنا، أنا شخصيا عارف جمهوري الحمد لله، يعني اللي موجود فين ومين بيتابعنا ومين ايه وفين وكل ما في حته الحمد لله. شوف من اول استراليا لحد كندا الصين، فين ما في حته وعارفين، ما احنا بيجينا حتى واحنا على الهواء رغم انه بيبقى في فرق التوقيت، وعارفين قد ايه الحمد لله متشافين ازاي، والحمد لله مساله كمان